عشرات القتلى والجرحى في تفجيرات جديدة استهدفت مناطق عدة في بغداد، والصدر ينتقد الحكومة ويصفها بالعاجزة عن حماية الشعب. القوات الأمنية تطوق الرتبة من جميع الجهات، وجهاز مكافحة الإرهاب يبدأ بدخول المدينة من الجهة الجنوبية. الجبوري يعلن تمديد الفصل التشريعي الحالي للبرلمان شهرا واحد، والمحكمة الاتحادية تقرر عقد جلسة علنية في دعاوى الطعن بدستورية جلستين للبرلمان. التميمي يطالب العبادي بعقد اجتماع طارئ للحد من التجاوز على حصة كهرباء بغداد، والمواطن يشكو زيادة سعر الأمبير في المولدات الأهلية. نشرة إخبارية مفصلة من المدى، أهلا بكم. أهلا بك نور، أهلا بكم متابعينا إلى تفصيلات هذه النشرة الإخبارية من المدى. نبدأ من الملف الأمني، إذا ارتفعت حصيلة التفجير الإجرامي الذي استهدف سوقا شعبية في منطقة الشعب شمالية بغداد إلى 96 قتيلا وجريح من المواطنين الأبرياء في خرق أمني جديد هز العاصمة، فيما حمل المواطنون السياسيين مسؤولية التفجيرات الأخيرة التي هزت العاصمة بغداد، مؤكدين أن في تصريحاتهم ومواقفهم هي من تسبب بالخروقات الأمنية الأخيرة. ما تزال التفجيرات الإرهابية تستهدف المواطنين العزال، سوق شعبية في منطقة الشعب، قتلى وجرحى ضحية استهدافهم بحزام ناسف كانت ترتديه امرأة فجرت نفسها أمام إحدى المحال التجارية. جت بنية شابة بعدها صغيرة لابسة حزام، هنا أنا طقت يم هذا المحل. وايد شباب هنا والنسوان كلها جت طلعت، هاي الجهال صغار، هذا خطية جاهل، جهال اثنين شالوهم ماكو رؤوسهم ماكو. هاي وحدة نص فالة. هذا ابو الكنينس خطيه من اهل الرمادي هنا يبيع مهجر، هذا ما له اثر، لا ما له قول اثر هنا. احنا هنا عندنا خط مال جراج سوق 4000 الوازات، حبينا منه صار الانفجار، عبالنا عبو احنا. جينا لقينا حزام ناسف هنا مره من نعم تطلع عليها ان شاء الله. قبال المحل مال العتاب هذول اربعتهم خطيه، وعنده يمكن اثنين خمسه، هم خمسه. لم تكن دعوات المواطنين غائبة عن رحيل السياسيين الذين قالوا أنهم السبب في وجود الطائفية في البلاد، وهم من ساهم بزرع بذور الفتنة والفرقة بين أبناء الشعب الواحد بحسب وصفهم. الجيش كنا قاعدين ناكل بقصعة واحدة، ما نعرف هذا سني هذا شيعي هذا كردي هذا عربي، أبد ما نعرف. والله والله نلزم واجب نسويه، من سرحنا واحد يلزم الآخر نضحك ونبكي نبكي، والله نبكي على هذا. يعني هسه من جيتوا انتوا زرعوا الطائفيه وزرعوا الحقد وخلوا العالم واحد يكره الاخ، هم كلهم سببهم، كلهم السياسيين اللي قاعدين على الكراسي. كل من عنده عائله وعائله راكض على عيشته، ايش يسوون بهم ذول اهل الكراسي؟ المالك وربع المالكي الله ينتقم عليهم العباد والمالك ان شاء الله. هذه التفجيرات وبحسب المواطنين تستدعي وقوف الجهات الامنيه ومحاسبه المقصرين الذين يقع على عاتقهم حمايه ارواح المواطنين. من سوق 4000 في منطقة الشعب ضياء حاتم، المدى. هذا وأمر القائد العام للقوات المسلحة حيدر العبادي بتوقيف المسؤول الأمني المباشر عن منطقة التفجير في حي الشعب شمالية شرقي بغداد، فيما أعلنت حالة الإنذار القصوى في صفوف الأجهزة الأمنية وسط انتشار مكثف لقطعات من قيادة عمليات بغداد في مختلف مناطق العاصمة. وفي مدينة الصدر قتل وأصيب نحو 35 شخصا بتفجير سيارة مفخخة استهدفت سوقا شعبية في ساحة 55، وأوضح مصدر أمني أن سيارة مفخخة انفجرت في هذه الساحة، ما أسفر عن مقتل 10 أشخاص وإصابة 25 آخرين. وأشار المصدر إلى أن هناك استنفارا أمنيا من قبل قيادة شرطة بغداد في جميع المناطق لحماية الدوائر الحكومية والأسواق الشعبية، فضلا عن غلق جميع الطرق المؤدية إلى مدينة الصدر.
هذا ووجه زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر انتقادا لاذعا للحكومة العراقية على خلفية التفجيرات التي شهدتها بغداد اليوم، وأوقعت العشرات من القتلى والجرحى، عدا إياها دليلا على عجز الحكومة في توفير الأمن للمواطنين. بيان لمكتب الصدر أوضح أن التفجيرات التي تطال المدن وتزعزع أمنها دليل واضح على عجز الحكومة عن توفير الأمن للمواطن بعد أن سرقت خيرات الشعب، مبينا أن كل قطرة دم تسقط جراء هذه الأعمال فإنها تسقي شجرة الحرية والسلام والاستقرار ورفض الظلم والفساد والإرهاب، لافتا إلى أن هذه الدماء لن تذهب سدى. الخروقات الأمنية التي شهدتها العاصمة بغداد اليوم سقط فيها العشرات بين قتيل وجريح في سلسلة هجمات جديدة استهدفت أحياء عدة. فقد شهدت مناطق الشعب ومدينة الصدر وأبو غريب وعلوة الرشيدة تفجيرات دامية بسيارات مفخخة، وانتحاريين رحى ضحيتها العشرات من المدنيين. سلسلة جديدة من الهجمات الدامية راح ضحيتها العشرات من القتلى والجرحى نتيجة تفجيرات انتحارية شهدتها مناطق الشعب ومدينة الصدر وعلوة الرشيد وأبو غريب في العاصمة بغداد، على الرغم من الإجراءات المشددة التي اتخذتها الأجهزة الأمنية بصنوفها كافة، خاصة بعد التفجيرات التي شهدتها مدينة الصدر والكاظمية خلال الأيام الماضية. حصيلة التفجيرات بلغت 187 قتيلا وجريحا، حيث أسفر التفجير المزدوج بحزام ناسف وعبوة ناسفة الذي استهدف سوقا شعبية في منطقة الشعب عن مقتل 39 شخصا وإصابة 57 آخرين، فيما قتل 34 شخصا وجرح 53 آخرين في تفجير السيارة المفخخة التي استهدف سوقا شعبيا وتجمعا للعمال في ساحة 55 بمدينة الصدر، في وقت تمكن الجهد الهندسي من تفكيك سيارة مفخخة في منطقة ذاتها، بينما ألقى السرايا السلام القبض على انتحاري قبل تفجير نفسه في منطقة قيارة التابعة لمدينة الصدر. تفجير استهدف علوة الرشيد جنوبية بغداد أسفر أيضا عن مقتل شخصين وإصابة 2 آخرين، كما سقط عدد من القتلى والجرحى بتفجير استهدف قضاء أبو غريب في صورة تعيد من جديد مشهد العنف والدمار. الجهات الأمنية بدورها أكدت أن تنظيم داعش بات يلجأ في الأونة الأخيرة إلى استهداف المناطق الآمنة بالسيارات المفخخة والانتحاريين للتعويض عن خسائره الكبيرة والمتلاحقة التي يتعرض لها خلال العمليات العسكرية الجارية بمحافظة الأنبار وصلاح الدين والموصل، إلا أن الأوساط السياسية والشعبية رأت أن أسباب الخروقات التقصير الواضع في الأداء الأمني وعدم وجود الخطط والآليات العملية التي تكفل إنهاء العنف والسيطرة على الخروقات الأمنية المتكررة، الأمر الذي يستوجب تغيير بعض القيادات والاستعانة بأجهزة حديثة وعملية لكشف المتفجرات. من جهتها كشفت مصادر أمنية عن نية تنظيم داعش أن هجمات تستهدف مواقع ومنشآت في العاصمة بغداد، مستغلا انشغال القوات الأمنية بالعمليات العسكرية في محافظتي نينوى والأنبار. المصادر أشارت لأن المعلومات الاستخبارية تؤكد نية التنظيم في شن هجمات تستهدف منشآت حكومية أبرزها مصفى الدورة النفطي وسايل الدورة والطاقة الحرارية في مدينة اليوسفية، مبينا أن التعزيزات العسكرية متمثلة بالشرطة الاتحادية اتجهت إلى مدينة الدورة ومناطق أخرى جنوب العاصمة بغداد تحسبا لأي طارئ. قالت لجنة الأمن والدفاع النيابية إن هناك مقترحا لتقسيم بغداد إلى قواطع عمليات لمنع تكرار التفجيرات. وبين عضو اللجنة ماجد الغراوي إن لجنة الأمن ستستضيف القادة الأمنيين والمسؤولين في الاستخبارات الأسبوع المقبل لمناقشة الخروقات الأمنية في العاصمة بغداد، فضلا عن إصدار بعض التوجيهات بتغيير بعض القيادات الأمنية. وأضاف الغراوي أن هناك مقترحا لتقسيم بغداد إلى قواطع العمليات، كان يكون قائد عمليات الرصافة والكرخ وحزام بغداد لمنع الخروقات الأمنية. إلى ذلك اتخذت الأجهزة الأمنية في محافظات المثنى والديوانية وميسان إجراءات أمنية مشددة على خلفية الانفجارات التي طالت العاصمة بغداد. مصدر أمني في محافظة المثنى أكد أن الأجهزة الأمنية دخلت حالة الإنذار القصوى وشددت من إجراءاتها حول المباني الحكومية والأماكن الحساسة في الديوانية
أما في الديوانية أضاف مصدر أمني آخر الإجراءات الأمنية تضمنت غلق طرق رئيسة مع نصب دوريات ثابتة وراجلة مع تفعيل الجهد الاستخباري ونشر قسم مكافحة المتفجرات في مختلف المناطق. أما في ميسان بينت مصادر صحفية أن الأجهزة الأمنية قامت بتفتيش دقيق للمركبات الوافدة ونشر مفارز الكلاب البوليسية في مداخل المحافظة. وفي ملف تحرير المدن أعلن نائب قائد العمليات الخاصة الثالثة التابعة لجهاز مكافحة الإرهاب العميد عبد الأمير الخزرجي عن دخول قطعات جهاز مكافحة الإرهاب إلى مدينة الرتبة من الجهة الجنوبية منها. الخزرجي أضاف في تصريح صحفي أنه لا توجد أي مقاومة لتنظيم داعش في المدينة سوى العبوات الناسفة والألغام المزروعة على جانبي الطرقات وداخل المباني والتي يتم معالجتها من قبل الجهد الهندسي. ساعات قليلة تنتظر مدينة الرتبة ويتم تحريرها من تنظيم داعش بالكامل بعد أن طوقت القوات العسكرية المشتركة المدينة من جميع الجهات. وسط فرار أغلب عناصر التنظيم إلى مدينة القائم خصوصا بعد تحرير قرى الدراعمة والألمانية ومنطقتي رميلة والصقار في المدخل الشرقي للمدينة. باتت مدينة الرتبة قاب قوسين أو أدنى من دخول القطاعات العسكرية إليها بعد وقت قليل من انطلاق عملية عسكرية واسعة لتحريرها من تنظيم داعش، حيث طوقت القوات الأمنية وبمساندة مقاتلي العشائر والحشد الشعبي وطيران التحالف الدولي المدينة من جميع الجهات، وحاصرت عناصر التنظيم داخلها، فيما اقتحمت قوات أخرى مداخل القضاء وتمكنت من قتل العشرات من عناصر التنظيم وتدمير عدد من العجلات التي كانوا يستخدمونها. فبعد معارك عنيفة مع عناصر التنظيم تمكنت القطاعات العسكرية من تحرير قرى الدراعمة والألمانية شرقي مدينة الرتبة والسيطرة عليها، كما تمكنت قوة أخرى من تحرير منطقتي رميلة والصقارة في المدخل الشرقي للقضاء. وأسفرت العملية عن مقتل 14 عنصرا من تنظيم داعش وتدمير 3 عجلات مفخخة يقودها انتحاريون حاولوا استهداف القوات الأمنية المتقدمة بمعارك التطهير، فضلا عن تدمير 3 مقر لداعش ومنصة لإطلاق الصواريخ. وقد شرعت القوات القتالية بفتح السواتر الترابية التي وضعها داعش في محاور الرتبة لضمان تقدم الدروع والدبابات والعجلات العسكرية بمعارك تطهير باقي مناطق الرتبة. مجلس محافظة الأنبار رجح أن يتم في الساعات القليلة المقبلة رفع العلم العراقي فوق المباني الحكومية وتحرير جميع مناطق الرتبة بعد انهيار التنظيم وهروب عناصره إلى القائم ومنها إلى مدينة الرقة السورية، خصوصا وإن القوات الأمنية وصلت إلى مقربة 800 مترا من مركز القضاء. وكانت طائرات F-16 قد شنت غارات جوية ضد مواقع لتنظيم داعش في الأنبار أسفرت عن مقتل العشرات من عناصر داعش. بيان لخلية الإعلام الحربي أوضح أن طائرات F-16 العراقية استهدفت أوكارا لتنظيم داعش في الرتبة غربي الأنبار، مبينا أن الضربات أسفرت عن تدمير مخازن ومخابئ لداعش فضلا عن قتل العشرات من عناصر التنظيم. وللحديث عن واقع العمليات العسكرية الجارية الآن في قضاء الرتبة ينضم إلينا عبر الهاتف قائم مقام القضاء عماد مشعل، مرحبا بك معنا. أهلا وسهلا بكم وبمشاهديكم الكرام. نعم، يعني بداية سؤالي معك، إلى أين وصلت عملية تحرير قضاء الرتبة وما هي المناطق التي تمكنت القوات الأمنية من تحريرها؟
نعم العملية وصلت إلى نهاياتها إن شاء الله، وستسمعون في الأيام اليومين القادمين اكتمال كل العملية المخطط لها التي ستكون نهايتها في منتج الطاجين السعودي ومنتج الولي السوري. الآن القطاعات الأمنية دخلت داخل مدينة الرطبة، وأنا أتحدث معكم من داخل مدينة الرطبة. تم تحرير ما هو مسافته 75 كيلومتر من الأراضي، طول الأراضي العراقية ابتداء من منطقة السجار إلى مدينة الرطبة التي كان يسيطر عليها تنظيم داعش الإرهابي ونشر القوات الأمنية على هذا الطريق الحيوي الاستراتيجي المهم. والآن الحمد لله تسللت العملية بالنجاح ودخلت إلى داخل مدينة الرطبة. العملية تسير وفق ما مخطط لها، لا توجد لدينا الحمد لله مشاكل إنسانية، حيث تم تخطيط عالي ووضع ممرات ومناطق آمنة للعوائل يكونوا بعيدا عن العمليات العسكرية. القطاعات الأمنية لا زالت تطهر داخل المدينة بعض الجيوب وبعض الانتحارات، ولكن العمل مسيطر عليه، ولحد الآن لا توجد خسائر تذكر خاصة لهذا اليوم. طيب يعني في تقديرك يعني هل سيتم تحرير مدينة الرطبة خلال الساعات القليلة يعني، أو هل هناك مقاومة تذكر من عناصر داعش؟ مبدئيا القطاعات الأمنية، وأنا أتحدث معكم الآن من داخل مدينة الرطبة، أنا أتحدث من داخل المدينة. دخلنا القوات الأمنية دخلت داخل المدينة وهي مسيطرة وهي مسيطرة على الوضع، لكن لا استطيع انه لا توجد بعض الجيوش الانتحاريين او المباني المفخخه وغيرها والعمليات بعض الامور. القطاعات الامنيه مسيطره على الوضع وتعالج كل ما يعترض طريقها. نعم. طيب في صعيد العمليات العسكريه ماذا يشكل تحرير الرتبه على هذا الصعيد، اي صعيد العمليات العسكريه، ما اهميته بالنسبه لمحافظه الانبار؟ هذه العملية نعتبرها من العمليات المتميزة جدا، لأني واكبتها منذ البداية. العملية كانت بقيادة اللواء هادر زيد قائد شرطة الأنبار، ويرافقه قائد الفرقة 13 وعميد عبد الأمير من مكافحة الإرهاب، وبإشراف من العمليات المشتركة ممثلة باللواء ركن قاسم المحمدي. العملية أديرت بشكل ناجح جدا، وفريق العمل وفريق القيادة كان متجانس ومتفاعل، كذلك القطاعات المشاركة كانت متفاعلة ومتفاهمة ومنبثقة عن دفاع عالي جدا ومنضبط، والحمد لله تكللت العملية بنجاح. العملية بسيطة جدا، هذا الطريق ليس في حيوية اقتصادية فقط، وصول القوات الأمنية من الرمادي إلى الحجوز إلى طرابين يعني قطع يد الإرهاب من التسلل الى جنوب العراق، الى جنوب بغداد، الى جنوب مدينه الرمادي، الى مناطق النحيب، الى كل التهديد اللي كان يشكل في هذه المنطقه، طبعا حده في هذه العمليه، حيث كان هذا الطريق يمتد من الموصل والقائم وسوريا، كان الطريق مفتوحا امامه. الان بهذه العمليه تقطع يده ويقطع بابه في هذه المنطقه، فالعمليه استراتيجيه مهمه جدا، وانا اعتقد ستكون مفتاح لعمليات اخرى ناجحه وفي فتح مدن اخرى من محافظه الانبار ان شاء الله. نعم. عماد مشعل مقام القضاء، شكرا جزيلا لك. من جهتها أكدت إدارة قضاء الفلوجة أن تطهير قضاء الرطبة غرب الرمادي من عناصر تنظيم داعش يساهم بالإسراع بتحرير المدينة وباقي مدن الأنبار ومسك الحدود العراقية السورية وقطع إمدادات التنظيم من الرقة. وأوضح المتحدث باسم المجلس المحلي لقضاء الفلوجة الشيخ سلام الحلبوسي أن العمليات العسكرية في مدن الأنبار تسير بتقدم كبير للقوات المشتركة، مبينا أن معركة اقتحام الفلوجة اقتربت بشكل كبير، وبحسب المعلومات الاستخبارية التي كشفت عن أعداد التنظيم في المدينة بأقل من 800 عنصر مع نقص كبير في الأسلحة والصواريخ التي كانوا يمتلكونها.
تمكنت القوات الأمنية المسنودة بمقاتلي العشائر من تحرير قريتي أبو العلا وجودفية في ناحية البغدادي غربي مدينة الرمادي. مصدر أمني ذكر أن عملية تحرير القريتين جاءت بعد تكبد داعش خسائر مادية وبشرية كبيرة، خصوصا بعد الهجمات الصاروخية والغارات الجوية التي أضعفت دفاعات التنظيم والهروب الجماعي لقادة وعناصر داعش من الهاتين المنطقتين نحو الأراضي السورية، لافتا إلى أن القوات الأمنية قتلت خلال العمليات أكثر من 30 مسلحا ودمرت 4 عجلات لهم تحمل أحاديات. من جهة أخرى، سيطرت القوات الأمنية على منطقة قريبة من منخب الوليد الحدودي في محافظة الأنبار والمحاذي مع سوريا ضمن عملية تحرير قضاء الرتبة. كما تمكنت القوات الأمنية من قتل 25 عنصرا من تنظيم داعش في مناطق شمال شرق ناحية بروانة. قائد عمليات الجزيرة والبادية اللواء علي إبراهيم دابعون ذكر أن القوات المشتركة من الجيش والشرطة وقوات الجزيرة تمكنوا من تنفيذ عملية عسكرية واسعة استهدفت تجمعات التنظيم في مناطق بروانة، مشيرا إلى أن العملية أسفرت أيضا عن تدمير 3 عجلات مفخخة كانت معدة للتفجير، بالإضافة إلى تدمير عدد من مقرات داعش المهمة في الناحية. من جهة أخرى، أعلنت إدارة قضاء هيت في الأنبار مقتل مدير بلدية القضاء أحمد سلام العاني وأحد موظفيها وإصابة 3 من عناصر الشرطة المحلية بانفجار مبنى مفخخ غربي القضاء. رئيس مجلس قضاء هيت محمد الهيتي أوضح أن مبنى مفخخ انفجر خلال محاولة تفكيكه من قبل دائرة بلدية القضاء وفرقة الهندسة في الشرطة المحلية، مضيفا أن قوة أمنية نقلت الجرحى إلى مستشفى قريب لتلقي العلاج وجثتي القتيلين إلى دائرة الطب العدلية. خرج المئات من أبناء قضاء الخالدية بمحافظة الأنبار في تظاهرة تندد بالهجمات التي يتعرض لها القضاء على يد مسلحي تنظيم داعش. مصادر مطلعة ذكرت أن المتظاهرين جابوا شوارع الخالدية وعبروا عن غضبهم لعدم استجابة الحكومة الاتحادية لندائهم بإنقاذ القضاء من الهجمات المتكررة التي يتعرضون لها على يد داعش، مؤكدين أن الأنبار لن تتحرر إلا بعد القضاء على تنظيم داعش بالكامل في الخالدية. أكد رئيس مجلس محافظة صلاح الدين قرب انطلاق عملية تحرير قضاء الشرقاط من سيطرة تنظيم داعش، مشيرا إلى وصول تعزيزات عسكرية جديدة استعدادا لعملية التحرير. وأوضح رئيس المجلس أحمد الكريم أن عملية تحرير قضاء الشرقاط باتت قريبة بعد استكمال الاستحضارات للمعركة، مؤكدا وصول تعزيزات جديدة وآليات أخرى إلى القاطع بالإضافة إلى الدعم الجوي، لافتا إلى أن مجلس المحافظة يتابع شؤون أهالي القضاء بالداخل ويتحسس معاناتهم من بطش داعش. هذا وأفاد مصدر أمني بمحافظة صلاح الدين بأن دورية الشرطة المحلية عثرت بعد منتصف الليل الماضي على جثث عائلة مكونة من 5 أفراد لقوا حتفهم عطشا في جبال حمرين أثناء محاولتهم الفرار من قضاء الحويج الخاضع لسيطرة تنظيم داعش في كركوك إلى ناحية العلم بصلاح الدين. وقال المصدر أن مجموعة من الشرطة كانت تقوم بأعمال الدورية الليلية في الضفة الغربية من جبال حمرين عثرت على الجثث 5 وهم رجل وزوجته وثلاثة أطفال، وقد أمسك بعضهم ببعض دون وجود أي آثار على أجسادهم. وأضاف المصدر أنه تم نقل الجثث إلى قسم الطب العدلي لدفنها فيما بعد. فرض تنظيم داعش على المدنيين في الموصل وضع رايته السوداء على ملابسهم في أسلوب جديد للتمويه واختبائهم خلف المدنيين. وزرع التنظيم راية على محلات بيع الألبسة وأمروا أصحابها بوضعها على بضاعتهم مهددا إياهم بالاعتقال ووضع اليد على المحلات والبضاعة، كما أصدرت ما تسمى المحكمة الشرعية التابعة لتنظيم عقوبة الجلد 60 مرة لكل من يتجول في المدينة من دون راية التنظيم على ملابسه. وعلى صعيد متصل، بدأ تنظيم داعش بحملة جديدة تستهدف ممتلكات أبناء الديانة المسيحية في مدينة الموصل، وفجر نحو 25 منزلا تعود للمسيحيين في أحياء الأخاء والبكر والسكر.
أعلن المتحدث باسم التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة ستيف وارد أن عدد الإرهابيين الأجانب بالعراق وسوريا انخفض ل 75% من عددهم الكلي. وارد وفي مؤتمر صحفي له عز هذا التراجع على تأمين الحدود واستمرار جهود مكافحة التجنيد وفقدان التنظيم لمقاتليه الأجانب في العمليات العسكرية في العراق وسوريا، مؤكدا أن التحالف الدولي استهدف مصادر تمويل داعش وضيق الخناق على مصادره النفطية. هذا وكشف وارن عن وجود 6000 مستشار للتحالف في العراق غالبيتهم من الأمريكيين، فيما أكد أن تنظيم داعش استخدم الأسلحة الكيماوية في هجماته من 15 إلى 20 مرة في العراق وسوريا. وإلى ملف الأزمة السياسية، حيث أعلن رئيس مجلس النواب سليم الجبوري تمديد الفصل التشريعي الحالي للبرلمان إلى شهر واحد. بيان لمكتب الجبوري أوضح أنه بناء على الصلاحيات المخولة لرئيس مجلس النواب واستنادا إلى المادة 58 من الدستور، تقرر تمديد الفصل التشريعي الحالي لمجلس النواب، مبينا أن هذا التمديد يأتي للحاجة الماسة لاستكمال الإصلاحات والتشريعات الضرورية اللازمة تحقيقا لمصالح البلاد العليا. من جهته، عد النائب عن جبهة الإصلاح النيابية رسول راضي تمديد عمل البرلمان شهرا واحدا أمرا إيجابيا، مشيرا إلى أن هذه الخطوة ستمنح البرلمان مرونة لتمرير قوانين مهمة. وأوضح راضي أن تمديد عمل البرلمان شهرا كاملا أمر إيجابي وسيعطي المرونة اللازمة لتمرير بعض القوانين وإيجاد الحلول للكابينة الوزارية التي ما زال الخلاف عالقا بشأنها، مبينا أن بعض الكتل السياسية تحاول عرقلة الاتفاقات وتعقد الأجواء وتسعى لاستغلال الأوضاع السياسية التي تمر بها البلاد. هذا وكان الجبوري قد دعا لتطبيق الأزمة السياسية وإيجاد الحلول اللازمة لها من خلال توفير الظروف المناسبة لعودة عمل البرلمان. جاء ذلك خلال لقاء الجبوري مع رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي بحضور الهيئة السياسية لتحالف القوى العراقية. وتم خلال اللقاء بحث تداعيات الأزمة الحالية وآليات الإسراع بتطويقها ومعالجة الخلل في الملف الأمني والوقوف على أسباب الخروقات الأخيرة ومحاسبة المتورطين فيها، فضلا عن توفير الدعم والرعاية اللازمة للنازحين والإسراع في إجراءات إعادتهم إلى مدنهم وتأهيل إعادة إعمار تلك المدن وتقديم التخصيصات اللازمة لذلك. من جهتها، أبلغت دائرة المتابعة البرلمانية جميع النواب بالحضور إلى مجلس النواب يوم الخميس المقبل لعقد جلسة موحدة وشاملة لمناقشة الأوضاع الحالية التي تشهدها البلاد. النائبة عن جبهة الإصلاح تافكة أحمد ذكرت أن دائرة المتابعة وجهت نداء لجميع الكتل السياسية بضرورة حضور نوابها لجلسة البرلمان التي من المقرر عقدها الخميس المقبل لمناقشة الأوضاع السياسية والأمنية الأخيرة في العراق وسبل الخروج منها بأسرع وقت ممكن، بالإضافة إلى مناقشة الإصلاحات السياسية التي ينادي بها الشعب، لافتا إلى أن هناك بعض الجهات السياسية التي تحاول عرقلة الإصلاحات للحفاظ على مكاسبها الشخصية. رجح ائتلاف دولة القانون إمكانية عقد جلسة للبرلمان بالنصف الأول من الأسبوع المقبل، إذ ما قبلت الأطراف الكردستانية وكتلة الأحرار حضورها لإكمال النصاب. القيادي في الائتلاف جاسم محمد جعفر أكد أن البرلمان لن يتمكن من عقد جلسته بنصاب كامل خلال الأسبوع الحالي، مضيفا أن النواب المعتصمين ينتظرون قرار المحكمة الاتحادية لحسم قضية رئاسة البرلمان وشرعية جلسته التي شهدت التصويت على تغيير 5 وزراء. وكشف جعفر عن وجود حلول أخرى لإنهاء أزمة البرلمان تتداولها الأطراف المعنية، منها أن يختار رئيس الجمهورية أحد النواب لرئاسة جلسة المجلس وطرح هيئة الرئاسة للتصويت. هذا ووجهت المحكمة الاتحادية العليا خطابا إلى جميع الأطراف دعوى الطعن في دستورية جلستي مجلس النواب المنعقدة الشهر الماضي لتقديم إجاباتهم وفقا للمدة القانونية لكي يتسنى حسمها بأسرع وقت ممكن، مؤكدة أن جلستها ستكون علنية للجميع بمن فيهم الجمهور.
القاضي عبد الستار بيرقدار المتحدث باسم السلطة القضائية أكد أن المحكمة أهابت بجميع الأطراف ووكلائهم الإجابة على ما ورد في هذه الدعاوى وتقديم ما لديهم من وسائل كافة خلال المدة المحددة في تلك المادة لإثبات الادعاء أو نفيه، مشيرا إلى أن الإجراءات تأتي ليتسنى للمحكمة تحديد موعد للمرافعة في هذه الدعاوى التي ستكون جلستها علنية لأطراف الدعاوى ووكلائهم كافة والجمهور الراغب بالحضور. دعوة رئيس مجلس النواب سليم الجبوري بتمديد الفصل التشريعي للبرلمان دون تحديد مدة التمديد جاءت متزامنة مع قرارات مهمة للمحكمة الاتحادية ستتخذها خلال الأيام المقبلة بخصوص الطعن المقدم حول شرعية ودستورية جلستي البرلمان اللتين عقدتا الشهر الماضي. ما أن فشلت كل المحاولات التي قادها الفرقاء السياسيون لاحتواء الأزمة التي شلت حركة البرلمان والحكومة منذ أكثر من شهر تقريبا، وما رافقها من مقاطعة لغالبية الكتل السياسية للحضور في جلسات مجلس النواب هي من أجبرت رئيس البرلمان سليم الجبوري على تمديد الفصل التشريعي الحالي. وجاء قرار الجبوري استنادا للصلاحيات المخولة له في المادة 58 من الدستور. وأتت دعوة الجبوري لتمديد الفصل التشريعي الحالي متناغمة مع قرارات مهمة للمحكمة الاتحادية التي اتخذتها في اجتماع الثلاثاء وبكامل أعضائها، حيث قررت توجيه خطاب إلى أطراف الدعوة المقامة بخصوص الطعن في دستورية جلستي مجلس النواب المنعقدتين الشهر الماضي، ثم ستحدد المحكمة موعدا للمرافعة في هذه الدعوة التي ستكون جلساتها علنية. ويلزم النظام الداخلي المحكمة الاتحادية تبليغ عريضة الدعوة ومستنداتها إلى الخصم، ويلزم الإجابة عليها تحريريا خلال مدة لا تتجاوز 15 يوما من تاريخ التبليغ، ما يعني إن مسألة حسم القضية التي باتت شائكة ستبت بها المحكمة في الفترة المحددة. ويرافق هذه التطورات المتسارعة حراك يقوده رئيس الجمهورية فؤاد معصوم الذي التقى وعلى مدار اليومين الماضيين برئيس المحكمة الاتحادية مدحت المحمود، واتفقا على حسم قضية تداعيات مشكلة البرلمان في المحكمة الاتحادية خلال الفترة المقبلة. ويتوقع ائتلاف دولة القانون إمكانية استئناف عقد جلسات البرلمان بالنصف الأول من الأسبوع المقبل، خصوصا وأن هناك مقترحات لحل الأزمة تتمثل بتكليف رئيس الجمهورية لأحد النواب لرئاسة الجلسة المقبلة وطرح هيئة الرئاسة للتصويت مجددا. إلى ذلك أكد تحالف القوى العراقية أن رئيس الوزراء حيدر العبادي وافق على المطالب المتضمنة إعادة العائلات النازحة لمناطقهم المحررة وصرف موازنة مالية خاصة فضلا عن إطلاق سراح المختطفين. وأوضح النائب عن التحالف صلاح الجبوري أن العبادي اجتمع مع أعضاء اتحاد القوى العراقية بمنزل سليم الجبوري ليلة أمس، وتمت مناقشة التداعيات السياسية والأمنية والاقتصادية في البلاد، مبينا أن العبادي وعد بتنفيذ المطالب قبيل انعقاد جلسة مجلس النواب المقبلة. الحوار البناء وتوفير الأمن والخروج من الأزمة الحالية هي أبرز المقترحات التي عرضت على النواب الكرد من قبل السياسيين لتدارك الأزمة الحالية، فيما طالب النواب الكرد بضمانات أمنية وشروط أخرى مقابل عودتهم لتبقى الأيام القادمة هي الفيصل في التئام البرلمان من جديد. تتواصل الجهود السياسية لتدارك الأزمة النيابية وحقن تداعياتها لعودة الكتل إلى الالتئام تحت قبة مجلس النواب واستئناف أعمال البرلمان. يطالب بعض الساسة في كردستان بضرورة الحوار والتوافق والخروج من عنق الزجاجة. نحن في حركة التغيير نرى أولا وأخيرا لا بد من العودة إلى بغداد، لأن لا يزال رئيس الجمهورية السيد الدكتور فؤاد معصوم هو باق في منصبه وفي مكانه، وهو يمثل العراق عامة والشعب الكردستاني خاصة. نحن كجبهة تركمانيا مع مشاركة جميع النواب باجتماعات برلمان، لأن الدولة أو حكومة يحتاج على برلمان، يحتاج على مؤسسة تشريعية، لازم يجب أن يكون
بتفعيل مبادئ التوافقية، مبادئ التوافق بين الأحزاب السياسية المتواجدة في بغداد أو في داخل البرلمان لمصلحة الشعب العراقي، لمصلحة المكونات المتواجدة في العراق. رجوع نواب القوى الكردستانية منوطة بضمانات وشروط مقابل عودتهم للعاصمة، إذ وبحسب السياسيين لا فائدة من الرجوع دون إيجاد حلول جذرية لتلك الأزمة. الذين هجموا على المبنى وأهانوا البرلمان فعلوا ذلك كما يقولون بأمر من مقتضى الصدر بالذات، لذلك لا يمكن لأحد أن يبرئ نفسه ويجعل الأمر وكأن هناك فوضى. هذه ليست فوضى، هذا شارع موجه. الذين وجهوا الشارع يجب عليهم أن يعطوا ضمانات بأنهم لن يلجأوا إلى مثل هذا الأسلوب مرة أخرى، وإلا لا فائدة من رجوع لا الكرد ولا غيرهم إلى بغداد. رجوع كتل السياسية في كردستان العراق ليس بيدهم وحده، ولكن بيد الأحزاب السياسية وبيد قياداتهم. قيادات الأحزاب السياسية في كردستان العراق لحد الآن يعني لم تقرر بعودة كتلهم إلى بغداد، لأن المشاكل والمعاضل باقية لحد الآن. وأعلن تحالف القوى الكردستانية في وقت سابق مقاطعة وزراء الكرد للاجتماعات المقبلة، بالإضافة إلى إصرار نواب الإقليم على عدم الحضور تحت قبة مجلس النواب، وهذا التعنت سيزيد من حجم الفجوة بين الأطراف المتخاصمة. لقناة المدى، مناف الشمالي. أعلنت كتلة الأحرار النيابية مقاطعتها لجلسة التشاورية بين النواب المعتصمين من جهة وجبهة سليم الجبوري من جهة أخرى. وأوضحت عضو الكتلة زينب الطائي أن كتلة الأحرار لن تحضر إلى الجلسة التشاورية بين النواب المعتصمين والنواب الذين يمثلون جبهة رئيس مجلس النواب سليم الجبوري في القاعة الدستورية، مبينة أن حضور أي نائب صدري لهذا الاجتماع سيكون بصفة شخصية وليس تمثيلا للكتلة. أكد رئيس الجمهورية فؤاد معصوم ورئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني على أهمية الالتزام بالحلول السلمية في حسم المشاكل بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم. بيان لرئاسة الجمهورية أوضح أن معصوم زار بارزاني في منتجع صلاح الدين بأربيل، وتناول اللقاء التطورات والمستجدات الأخيرة على الساحة السياسية والأمنية في البلاد والمنطقة وسبل اتخاذ الخطوات العملية لحل المشاكل السياسية، مبينا أنه تم التأكيد على أهمية الالتزام بالحلول السلمية والحوار البناء في حسم المشاكل وإزالة المعوقات التي تقف في طريق تطوير العلاقات بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم. بالإضافة إلى الارتفاع الكبير بدرجات الحرارة في فصل الصيف وكثرة الانقطاعات في التيار الكهربائي بسبب زيادة ساعات القطع المبرمج، والتي وقعت على كاهل المواطنين أيضا مشكلة ارتفاع أسعار أمبير الكهرباء من قبل أصحاب المولدات الأهلية في ظل غياب الدور الرقابي. الصيف ضيف ثقيل يطرق الأبواب، سخونة الأجواء فيه تحتاج إلى الكهرباء المستمرة، لكنها وبحسب المختصين تحتاج لسنوات عدة لاستعادة عافيتها، ما اضطر أغلب المواطنين اللجوء للمولدات الأهلية والحكومية، لكن أصحاب تلك المولدات انتهزوا حرارة الصيف وصبوا جل غضبهم على المواطنين من خلال استغلالهم في رفع سعر الأمبير دون وجود قانون يردع العديد منهم. احنا في هذا العام بدأت درجات الحرارة بالارتفاع في وقت مبكر، وبالتالي كانت الحاجة لأصحاب المولدات ولتجهيز الطاقة الكهربائية من أصحاب المولدات أكثر بسبب النقص الحاصل في الكهرباء الوطنية. هذا النقص اللي كان المفروض أن ما جاءت المولدات لسد هذا النقص وليس العكس. اليوم نجد العكس، نجد أن المواطن البغدادي الكريم بات همه الوحيد انطفاء واشتغال المولدة وتجهيز المولدة للطاقة الكهربائية، لأنه باتت ليست لديه أي ثقة في المنظومة الكهربائية وفي وزارة الكهرباء. أكثر من 13 عاما والمواطنون يشكون تصرفات وجشع أصحاب المولدات
دون وجود قوانين تحد من جشعهم، مع ضرورة محاسبة العاملين في قطاع الكهرباء بسبب زيادة ساعات القطع المبرمج. أهم نقطة اليوم تناقش هي موضوع تشريع قانون المولدات واستيفاء الأجور. هذا يعطينا صبغة قانونية لعمل المولدات الأهلية والحكومية وآلية لاستيفاء الأجور، وعلى ضوئها تستطيع الجهات التنفيذية من محاسبة أصحاب المولدات والعمل على إيفاء التعهدات الحكومية أو التعهدات المحلية للمواطنين في قضية المولدات. وإحنا مقبلين طبعا على الفصل الصيف. عدم التزام الكثير من أصحاب المولدات الأهلية أو الحكومية أو أصحاب الخط الذهبي، وبالتالي هذه لابد أن تكون هنالك إلى الجانب التنفيذي. نحن في جانب تشريعي وجانب رقابي بلغنا محافظة بغداد وكذلك محافظة بغداد قبل يومين، أعتقد أنه تم استدعاء القاء شرطة محافظة بغداد وكل الجهات التنفيذية، حتى أنه كان هنا دور الأمن الوطني وكذلك المجالس البلدية بمتابعة محاسبة قصرين. لكن المشكلة أننا نرى دائما في الجانب التنفيذي أنه حتى أنه قيادة شرطة بغداد حقيقة خلل كبير جدا في هذه في محاسبة المقصرين. كثرة انقطاع التيار الكهربائي ولساعات طوال وعدم وجود آليات تنظم عمل أصحاب المولدات جعل أغلبهم يفترس المواطن البسيط الذي يعاني شدة حرارة الصيف اللاهبة. دعا محافظ بغداد علي محسن التميمي رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي لعقد اجتماع طارئ بحضور وزير الكهرباء وجميع المحافظين ورؤساء مجالس المحافظات لتحقيق العدالة بين المحافظات في توزيع الطاقة الكهربائية. التميمي وفي بيان أورده مكتبه الإعلامي أكد أن العاصمة وفي ظل ارتفاع درجات الحرارة ومع حلول شهر رمضان المبارك تشهد انحدارا كبيرا لتجهيز ساعات الطاقة الكهربائية، ما سبب تذمرا كبيرا لدى المواطنين بسبب الانقطاعات المستمرة بالطاقة الكهربائية، مطالبا بزيادة الحصة الممنوحة للعاصمة وعدم التجاوز عليها. يعتزم مجلس محافظة ميسان التصويت على تشريع قانون جديد هو الأول من نوعه لتنظيم عمل المولدات الأهلية في المحافظة من حيث ساعات التشغيل وسعر الأمبير، وسيمنح القانون السلطة التنفيذية فرض الغرامات بحق المخالفين من أصحاب المولدات. سيجري في اجتماع المجلس الاعتيادي القادم في الأربعاء القادم مناقشة التشريع المقترح من قبل القسم القانوني في مجلس المحافظة الخاص بتنظيم عمل المولدات الأهلية. هذا التشريع طبعا هو لأول مرة يشرع هكذا قانون فيه تفاصيل عديدة. الغاية من هذا القانون هو إجبار صاحب المولدة على الالتزام بالفقرات الواردة في هذا التشريع من حيث الالتزام بساعات تشغيل بالسعر المقرر بالأمور الفنية التي تخص تجهيز. أعلنت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية تشكيل فريق عمل من نواب ومسؤولين تنفيذيين لإعادة النظر بسياسة الدولة الاقتصادية وتمكينها من مواجهة التحديات الراهنة، عادة أن زيادة الضرائب باتت مطلبا وطنيا لتحقيق العدالة والموازنة بين شرائح المجتمع. رئيس اللجنة جواد البولاني بيّن أن الفريق سيتولى وضع خطة للتعامل مع التحديات الاقتصادية التي تواجه البلد وإعادة النظر بالسياسات الاقتصادية ورفع تقرير للبرلمان بشأن الموازنة، مبينا أن المالية كان ينبغي أن تقدم تقريرا بشأن الموازنة كل 90 يوما يتضمن تحليل المعطيات المهمة مثل تقليل الإنفاق أو ترشيده والضغط على الأنفاقات الحكومية. يومان كانا كفيلين لإعادة تأهيل وصيانة معمل غاز الثاجي الذي تعرض لهجوم إرهابي الأحد الماضي، حيث استأنف العمل به بزيادة من الكميات المنتجة، فيما طالبت وزارة النفط الجهات المسؤولة بتوفير الحماية له لضمان عدم تكرار ما حدث. بعد 48 ساعة من التوقف، معمل تعبئة غاز الثاجي يستأنف العمل من جديد وبقدرة إنتاجية تصل إلى 135 ألف صوانة يومياً، أي بزيادة الطاقة الإنتاجية للمعمل بمعدل 45 ألف صوانة يومياً، في رد على الإشاعات التي أطلقت بشأن أزمة الغاز التي خيمت على بغداد بعد الهجوم الذي تعرض له معمل غاز التاجي.
العملية استغرقت 48 ساعة، والمعمل كما تشاهدون هذا اليوم عيد إلى الإنتاج بكامل إنتاجه. وإضافة إلى نشاط آخر انضاف إلى المعمل اللي موجود معمل التاجي، إلا وهو توفير أسطوانات الغاز بالبيع المباشر إلى المواطنين، حتى لا نمنح الفرصة إلى الذين يحتاجون للتجار الحروب عادة من جراء الشائعات التي قد تعرضها بعض الفضائيات، للأسف الشديد أقولها، الخائنة للمهنة التي عادة ما تكشف تأخذ فقط الجو المظلم في الموضوع. إنتاجنا كان قبل الحادث هو 90,000 أسطوانة، اليوم بالحادث اليوم هو إنتاجنا 135,000 أسطوانة. وزارة النفط بدورها طالبت الجهات الأمنية بضرورة توفير الحماية الكافية لمثل هذه المنشآت الحيوية، مؤكدة أن جهودها تنصب حاليا لتنسيق سبل رفع المستوى الحماية لهذه المعامل، مشيرة إلى أنه في حال عدم التوصل لرؤى مشتركة بهذا الخصوص فإنها ستلجأ للاعتماد على قدرتها الذاتية لتوفير الحماية لهذه المنشآت. بالتأكيد يعني الجهات الأمنية هي المسؤولة عن الجانب الأمني وتبقى مسؤولة عن الجانب الأمني، ولن يكون هناك خلط بين الجانب الأمني والجانب الفني. وزارة النفط يعني وزارة فنية والحمد لله، وقامت بعملية حصر الأضرار من خلال أطفاء الحريق الناتج في أقل من ساعة، وكذلك فورا باشرنا بعملية إعادة الموقع. سيتم الأخذ بنظر الاعتبار ومعالجته، وهم ناس أيضا حريصين على الجانب الأمني، وبالتأكيد راح يدققون الموضوع، وإذا كان هناك خلل في الجانب الأمني سيتم معالجته من قبل. استهداف معمل تعبئة غاز التاجي من قبل مجاميع إرهابية، وقبله استهداف أسواق شعبية راح ضحيتها المئات من المواطنين الأبرياء، يعطي مؤشرا واضحا على تراجع الوضع الأمني بسبب ضعف المعلومة الاستخباراتية والعمليات الاستباقية، الأمر الذي يدعو إلى ضرورة مراجعة الخطط وعادة تقييم الإجراءات التي تعتمدها القوات الأمنية. من بغداد، منير الجبوري، المدى. عشرات القتلى والجرحى في تفجيرات جديدة استهدفت مناطق عدة في بغداد، والصدر ينتقد الحكومة ويصفها بالعاجزة عن حماية الشعب. القوات الأمنية تطوق الرتبة من جميع الجهات، وجهاز مكافحة الإرهاب يبدأ بدخول المدينة من الجهة الجنوبية. الجبوري يعلن تمديد الفصل التشريعي الحالي للبرلمان شهرا واحد، والمحكمة الاتحادية تقرر عقد جلسة علنية في دعاوى الطعن بدستورية الجلستين. التميمي يطالب العبادي بعقد اجتماع طارئ للحد من التجاوز على حصة كهرباء بغداد، والمواطن يشكو زيادة سعر الأمبير في المولدات الأهلية. نشرتنا الإخبارية انتهت، شاكرين لكم طيب المتابعة، وإلى اللقاء. شكرا نور. شكرا أستاذ. إلى اللقاء أحبتي.